أنا دكتور أحمد عبد العاطي، أستاذ أمراض القلب، كلية طب اسكندرية. بحب أكلمكم النهاردة على مرض مهم جدا، وهو مرض الشرايين التاجية. للأسف مرض الشرايين التاجية في مصر في تزايد مستمر. كنا من حوالي 10 15 سنة حوالي 8% نسبة الإصابة في مصر، دلوقتي زادت إلى حوالي 11%. ده معناها إنه على الرغم من كل المعلومات اللي عندنا، وعلى الرغم من كل الكفاح اللي احنا بنحاول فيه في علاجات حديثة، في أساطر، في دعامات، في عمليات، في أدوية جديدة، إلا أنه للأسف المرض عمال بيزيد. ليه بيزيد؟ لأنه مرض الشرايين التاجية بكل أنواعه، اللي هي الزفحة الصدرية المستقرة أو الزفحة الصدرية الغير مستقرة أو جلطة الشريان التاجي، الثلاث أنواع دولت موجودين وبيزيدوا لأنه لهم مسببات. المسببات بتاعت مشاكل الشرايين التاجية بكل أنواعها تبدأ من التدخين، السكر، الضغط المرتفع، الانفعالات والتوترات، الكوليسترول العالي، الاستعداد الوراثي أو الاستعداد العائلي. كل دي أسباب موجودة، وللأسف إحنا مش هنقدر نغير طبعا التاريخ العائلي أو الجيني بتاع العيان، لكن نقدر نتصرف في الضغط والسكر والكوليسترول والدخان، ونقدر إن إحنا نظبطهم كويس جدا، ونظبطهم بعنف زي ما بنقول. يعني ايه بعنف؟ يعني لما يكون عيان عنده مشكله في الشرايين التاجيه او عنده استعداد وبيدخن، لازم نقوله يبطل دخان، ولازم ننصحه نصيحه شديده جدا ان لازم يبطل دخان بكل انواعه. ما ينفعش يقول لي هبطل سجاير واشرب شيشه، هبطل شيشه واشرب فاب. كل ده دخان وكل ده مؤثر، والتاثير سيء وبيزيد كل ما العيان بيشرب اكتر أو بيقعد فترة طويلة أكتر. يعني اللي بيشرب بقاله سنة غير اللي بيشرب بقاله 10 سنين، اللي بيشرب 3 سجاير غير اللي بيشرب 30 سيجارة في اليوم. لكن عايزين نتفق إن حتى سيجارة واحدة مؤذية لمدة ساعة. يبقى إذا التدخين لابد نحاول إن إحنا نبطل التدخين. كتير جدا من المرضى بيسألوني إزاي أبطل؟ طب ما فيش دواء يخليني أبطل، طب ساعدونا بحاجة، في أدوية تخليك تبطل. بس الحقيقة هذه الأدوية لم يثبت فعاليتها ما لم يكن في إرادة من العيان. يبقى إذا عشان أبطل دخان ممكن أوي أبطل لو عندي إرادة إن أنا أبطل دخان. الإرادة أهم والمفتاح السري لتبطيل التدخين. نمرة 2، الضغط العالي. لو في ارتفاع في ضغط الدم فوق 140 على 90، لابد إن إحنا نظبط الأكل، بنعمل لايف ستايل موديفيكيشن، نقلل الملح في الأكل، نقلل الوزن، نحاول نمشي كل يوم تلت ساعة أقل مرة 5 مرات أو 5 أيام في الأسبوع، وناخد علاج للضغط عشان الضغط يتظبط. لو الضغط اتظبط اتحلت المشكله. الخطوه اللي بعدها بالنسبه للكوليسترول، مفيش حد يبقى قاعد كده سايب الكوليسترول بتاعه ما يعرفش هو كام. يعني لازم يعمل تحليل على الاقل مره كل سنه. ولقينا اذا لقينا الارقام مرتفعه لابد ان احنا نتعامل مع هذه الارقام بجديه. ما ينفعش انا اعمل تحليل الكوليسترول والدهنيات وابص انا كعيان في التحليل واقول اه التحليل ده حسب الكلام المكتوب في المعمل على اليمين التحليل ده كويس من فل و10. الحقيقه لا، لان المعلومات اللي عندنا عن الكوليسترول امتى يبقى طبيعي، ايه الهدف بتاعنا، عايزينه ينزل لغايه كام، الكوليسترول المؤذي حاجه الضاره حاجه تانية، كل دي معلومات مش موجوده في الورقه بتاعت التحليل او نتيجه التحليل انت بتاخدها من المعمل. احنا عايزين نعرف ان الكوليسترول لابد يكون فوق اقل من 180، الكوليسترول الضار ال LDL لابد يكون اقل من 130، واذا كان في سكر او في ازمه قلبيه سابقه لابد يكون اقل من 70. ال HDL اللي هو الكوليسترول المفيد عايزينه في السيدات فوق 45، في الرجال فوق 35، وده مفيد عايزين نرفعه بقدر المستطاع. الدهون الثلاثيه لابد تكون اقل من 60. يبقى الارقام دي لازم نبقى عارفينها عشان لو بصينا في التحليل بتاعنا نعرف احنا ماشيين صح ولا لا. لو مش متظبطه لازم نعمل لايف ستايل موديفيكيشن، نظبط الاكل، نمنع الدهنيات الدسمه، السمنه والقشطه والزبده والكريمات. نفضل دايما الزيوت النباتيه زي زيت الذره، زيت دوار الشمس، زيت الزيتون. كل الحاجات دي مفيدة جدا، زائد ان احنا نمشي برضو للمرة التانية المشي على الاقل تلت ساعة او نص ساعة 5 ايام في الاسبوع على الاقل. زائد اذا كنا مش قادرين نوصل للهدف اللي انا قلته من شوية، يبقى لابد من استعمال ادوية الاستاتينز، وخصوصا في مرضى القلب والسكر لابد من استعمالها وننزل الارقام دي نزول شديد. يبقى كلمنا على الضغط، كلمنا على الكوليسترول، كلمنا على التدخين، فاضل مرض السكر لابد انه ينضبط، لابد تحليل السكر الصايم يكون حوالي 125 135، بعد الاكل ما يزيدش عن 180 الى 200، السكر التراكمي يكون اقل من 7 عشان انا اقول
اللي مريض السكر ده السكر بتاعه منضبط. لو لم يكن منضبط ده هيأثر على الضغط، أثر على الشرايين، هيأثر على شرايين العين، على شرايين الكلى، على الشرايين الطرفية. يبقى إذا زي ما احنا شايفين كده كل مضاعفات مرض السكر على الشرايين، العين، المخ، القلب، الشرايين الطرفية بتاعت الرجلين، وزي ما احنا بنشوف وبنسمع مشاكل الشرايين دي عند هؤلاء المرضى. لو قدرت كمريض سكر تظبط سكرك بالارقام اللي انا قلتها دهيت، وعملت لايف ستايل موديفيكيشن اتفقنا عليه، ومشيت كل يوم او 5 ايام في الاسبوع تلت ساعه لنص ساعه، حميت قلبك، ظبطت السكر، حميت عينيك، حميت الكلى، حميت الشرايين رجلين الطرفيه من مشاكل السكر. وشكرا جزيلا.